حوادث سياسية ومحاكمات شبابية مهمة. الغرض منه هو مكافحة أو مساندة الدولة في مكافحة الإرهاب. المسألة هنا مسألة وطن زي ما قلت. ممكن بس أنا أعرف من حضرتك، هي دي مبادرة من حضرتكم ولا فعلا في تعاون مشترك ما بين أجهزة الدولة وما بينكم؟ لا لا لا، مفيش تعاون بين أجهزة الدولة، بس هو الوقت الراهن بيقتضي إنه الجميع تعاون مع أجهزة الدولة تلقائيا ضد إحنا في معركة. أنت في معركة، المعركة دي بتاخدها مين؟ بتاخدها أجهزة الدولة والشعب مع بعض. هنا ممثلين عن بعض القطاعات الشعبية زي الأحزاب وزي الحركات الشبابية. أنت يمكن شايف هنا إن في أحزاب متنافسة في الانتخابات ما تجمعتش قبل كده في حلب. كل ده عشان مصلحة الوطن وإدراك من الجميع ومن الحاضرين خطورة الإرهاب وضرورة محاربته. يعني إيه تحمل تمشي عليها؟ الفعاليات إحنا قلناها إن إحنا زي ما ذكر في البيان هيتم التواصل مع بعض الوزارات للتنسيق على الفعاليات على الأرض، زيارة المصابين، وده هيتقرر في الاجتماع الجاي للاتصالات، يعني إحنا قلنا في الاجتماع الجاي. وهيبقى في زيارات للمصابين، في زيارات للشهداء، في تواصل مع الشباب في سيناء وانهم ييجوا القاهره.